السيد ممثل مدير أكاديمية، السيد ممثل نائب إقليمي لوزارة التربية الوطنية لإقليم توريث والوفد المرافق له، السيد نائب إقليمي لوجدة أنقاد، السيد مدير المؤسسة، السيد عميد الشرطة، السادة رؤساء المصالح الخارجية من جهة شرقية، السادة أطر التربية الوطنية من جهة شرقية، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة ممثلي الصحافة المحلية والإقليمية الإلكترونية والمكتوبة، السيدات أمهات، السادة آباء وأولياء التلاميذ، أيها الحضور الكريم، باسمي وباسم أعضاء مكتب جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للثانوية الإعدادية سيدي مخوخ الجديدة، نرحب بكم جميعا ونشكركم على قبولكم الدعوة، دعوة الحضور معنا ومشاركتنا حفل اختتام الأسبوع الثقافي التربوي الرابع بالمؤسسة. هذه التظاهرة التي تعتبر فرصة للتلاميذ للتعبير عن مواهبهم في مختلف الميادين التي تنشط فيها مؤسستنا، وهي مناسبة أيضا للوقوف عن المنجزات التي ما فتئة يحققها تلاميذ المؤسسة تحت إشراف السادة الأساتذة وأطر الإدارة التربوية، والذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل عن المجهودات التي يبذلونها من أجل رقي مستوى تلامذتنا. كما نشكر السيد مدير المؤسسة على ما يبذله من مجهودات من أجل المضي قدما بمستوى المؤسسة وتحقيق أفضل النتائج. أجدد الشكر للحضور الكريم عن تواضعهم وحضورهم معنا لهذا الحفل المتواضع الذي نتمنى أن تروقكم فقراته. وخير ما أختم به كلمة هاته قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.